ورحمة الله وبركاته لإعلامي محمود سعد يتحدث عن عمل النظافة. عمل النظافة اللي هو تم طرده من كشر التحرير. بيقول الإعلام محمود سعد بيقول هو محمد دلوقتي صاحب ترند الكشري مشغول دلوقتي بالتنس وإن يعمل مهرجانات أو يبقى مطرب وإن يمثل. طب وانت معلش يا حاج محمود او يا استاذ محمود او يا اعلامي محمود، انت اللي مزعلكم يا جماعه، ما تسيبوا كل واحد في حاله، ده رزق. انتوا كنتوا ايه يعني؟ ما هو انتوا شاركوا برضو كده، اللي خلاكم بني ادمين ومعاكم فلوس كده، يعني انت اللي مزعلكم في كده؟ ما تسيبوه، اللي بيرزق الكل الله، ربنا اللي بيرزق الكل مش انتوا، مالكم كده في ايه؟ ما تسيبوا كل واحد على حاله، مش عاجبك ما تتفرجش عليه، ما بيعجبكش ما تشاهدلهوش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.